اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا عفو يا حليم يا قدوس يا سلام يا عليم يا مجيب يا واسع يا كريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها واسترنا اليوم ويوم العرض عليك اللهم بدل سيئاتنا حسنات واختم اللهم لنا بالصالحات اللهم قنا عذاب القبر وعذاب النار اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم انزل على قبورنا الضياء والنور والفسحة والسرور ووسع لنا فيها مد البصر يا كريم ويا غفور اللهم ادخلنا جناتك يا رب العالمين ادخلنا جناتك جنب حبيبك محمد سيد الأولين والآخرين اللهم اشفنا شفاء عاجلا غير آجل اشفنا ظاهرا وباطنا ارحمنا وارحم والدينا ووالدي والدينا ومن علمنا وكل من له حق علينا يا الله اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم وفق وانصر إخواننا المجاهدين وانصرهم في غزة يا عظيم وانصرهم في غزة يا كريم كن معهم يا عظيم اللهم وفقهم بتوفيقك انزل عليهم الصبر والإيمان والسكينة وسدد رميهم اللهم بث الرعب في قلوب أعدائهم وأعدائك يا رب العالمين اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم كن معهم ولا تكن عليهم داوهم وأطعمهم واسقهم وأمنهم وانصرهم نصرا عزيزا قريبا اللهم يا رب أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اهد ولاة أمور المسلمين ول على بلاد المسلمين خيارها ولا تول عليها شرارها جنب بلادنا بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن أنزل علينا الأمن يا الله وأنزل علينا السكون يا الله وأنزل علينا الخيرات يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين.